بالكتير قوي خمسه. فاي حد هيطلع يقول لحضراتكم اسم نادي او اسم مدير فني للنادي الاهلي اجتهاد منه ويشكر على هذا الاجتهاد، ولكن ممكن جدا 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 تلاقوا اسم تاني خالص غير الاسماء اللي طلعت في العشر ايام، في العشر ايام اللي فاتوا دول، منذ توجيه الشكر للمستر مارتن لاسارتي. وكل يوم كل يوم ان الجميع بيجتهد، كل الصحفيين اللي موجودين في مصر وكلهم صحفيين مجتهدين ومحترمين جدا، والناس اللي بتعمل فيديوهات كلهم ناس محترمه جدا، بيطلعوا بيتكلموا كل واحد فيما يعرفه ومن مصادره ومن اجتهاداته، بيقول اسماء لناس او لمديرين فنيين كتير جدا. ولكن هل ده صح ولا غلط؟ صدقوني حضراتكم محدش يعرف. اربع افراد او خمس افراد بالكتير هم اللي يعرفوا، هم فقط اللي عارفين مين اللي هيكون المدير الفني بحقهم. هم دول الناس اللي بتتولى، او هم دول لجنه التخطيط دي هي اللي عندها مسؤوليه اختيار المدير الفني. فبالتالي ممكن جدا اوديك في سكه اللي يروح وما يرجعش، يعني في سكه ايه؟ في سكه ان انا اوديك للمدير الفني اسلام الشاطر مثلا، وانا بروح اجيب محمد بركات مثلا يعني. او ارقصك بناخد الكره بتاعتنا، اديك ترقيصه كده لطيف. وممكن جدا كل واحد له اجتهاداته، وكل واحد طبعا من الناس اللي بتجتهد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس كتيره جدا بتجتهد، وايضا سواء زملائنا الصحفيين اللي يعني عاملين زخم جميل جدا جدا على اسم المدير الفني للنادي الاهلي. وده طبعا ده طبيعي، يعني ده اللي حضراتكم دايما عارفينه، ان النادي الاهلي دايما كده لازم تبقى المدير الفني بالنسبه لك او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ومش جمهور النادي الاهلي بس، بالنسبه لجمهور مصر كله، الناس عايزه تعرف من هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي. وبالمناسبه برضه، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده من اربع خمس ايام وهقوله لحضراتكم تاني النهارده، المدير الفني ممكن يعلن كمان 3 4 ساعات، ممكن يعلن بكره، ممكن يعلن بعده، ممكن يعلن اخر الاسبوع اللي جاي. لا احد يعرف من سيكون المدير الفني، ولا احد يعرف الا خمس افراد فقط، اذا كنت بتكلم صح يعني خمس افراد فقط، ولا احد يعلم متى سيتم الاعلان. بالمناسبه يعني محدش عارف، ممكن انا يكون عندي معلومه، ولكن انا عمري ما هقول، انا شخصيا يعني عمري ما هقول معلومه تخص مدير فني النادي الاهلي دلوقتي، لانه انا ممكن اقول معلومه ان فلان الفلاني ده جاي مدير فني خلاص، ويكون هو اللي الناس بتتفاوض معاه وكذا وكذا، ولكن في تفصيله صغيره غيرت اتجاهات اللجنه، لجنه التخطيط، من المدير الفني ده للمدير الفني اخر من الاسماء المرشحه. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان يا جماعه محدش عارف من هو اسم المدير الفني، محدش عارف امتى هيتم الاعلان عن المدير الفني. صدقوني انا بقول لحضراتكم الكلام اللي بتوصل، اللي لازم يوصل لحضراتكم بدون ان انا مضحك على اي حد او اقول كلمه كده ولا كده. هناك لجنه مختصه بتدرس وهتعلن، محدش تاني يعرف. ادي الموضوع كله بمنتهى البساطه. انا ياما شرحت لحضراتكم خلال الاسبوع اللي فات، ياما شرحت لحضراتكم وبشرح مره تانية. كل الناس بتجتهد وكل الناس من حقها تجتهد، وكلهم زملائنا واصدقائنا وعلى دماغنا من فوق، ولكن صدقوني عندما يتم الوصول الى اسم المدير الفني هيكون طبعا مره تانية هناك لجنه مختصه باداره ملف المدير الفني. اللجنه دي هي بس اللي عارفة بيتفاوضوا مع مين، ومين اللي هيجي مدير فني ومين اللي مش هيجي، غير كده محدش يعرف. مرة تانية هنا بقول لحضراتكم الكلام اللي يجب أن يصل إلى كل أهلاوي. أنا عارف أن ثقتكم كبيرة جدا في كل الناس اللي بتدير هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت مش عايزين نستعجل يا جماعة. أنا مش عارف إيه وجه الاستعجال وإيه وجه إن عمالين نضغط كجمهور سوشيال ميديا، حقكم طبعا وكل حاجة، ولكن إيه وجه الاستعجال؟ خلي الناس تفكر كويس وخلي الناس تختار كويس، مفيش ما يمنع كده، عندنا وقتنا الحمد لله. إمتى الإعلان؟ زي ما قلت لحضراتكم بكرة، بعده بعده بعده، محدش عارف. أنا شخصيا معرفش، غيري ما يعرفش، لكن عندما يكون هناك اسم المدير الفني سيتم الإعلام من خلال قناة النادي الأهلي، من خلال قناة النادي الأهلي.
هو ده اللي نقدر نقوله لحضراتكم. وطالما لم يتم الإعلان على اسم المدير الفني من قناة النادي يبقى لسه، أو من الموقع الرسمي يبقى لسه حتى الآن محدش عارف. لجنة مختصة بإدارة موضوع المدير الفني هي اللي هتختار، وفي النهاية بتعرض على الكابتن خطيب، وفي النهاية سيتم الاستقرار على اسم المدير الفني، ومن خلال الموقع الرسمي ومن خلال قناة النادي هتسمعوا اسم المدير الفني والجهاز الفني. هو ده اللي نقدر نقوله لحضراتكم، لأن هو ده الموضوع بمنتهى البساطة، ما فيهوش أي حاجة تانية، ما فيهوش أي كلام تاني، الكل بيجتهد والكل مبسوط، ما عندناش أي مشكلة خالص. طبعا اسم المدير الفني للنادي الأهلي بتلاقي عليه زخم كبير جدا، ومصر كلها، العالم العربي كله عايز يعرف مين المدير الفني القادم للنادي الأهلي. فدي نقطة من النقط اللي أنا دايما بتكلم مع حضراتكم فيها، ومهم حضراتكم تبقوا عارفين هذا الكلام. نحن لما هيجي لنا، وانا اسف ان انا بكرر هذا الموضوع ولكن لازم اقوله، لما هيجي لنا يا جماعه تعالوا كقناه النادي علشان تقولوا اسم المدير الفني، هيبقى من خلال قناه النادي او من خلال الموقع الرسمي للنادي. هو ده اللي احنا متعودين عليه يا جماعه في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي مؤسسه، نادي مؤسسي، انا اسف، لجنه مختصه بتدير، بتعرض على المشرف على الكوره وبينتهي الموضوع. هو ده، هي دي كرة القدم داخل النادي الأهلي.